كلما كتبنا لننسى تذكرنا أكثر. لعلنا أحوج ما نكون إلى الكتابة ساعة خلوتنا بأنفسنا، لا سيما وقت الاقتراب من لحظات الوداع الأخيرة. وداع حبيب، وداع وطن، وداع الحياة. لكننا كلما كتبنا لننسى تذكرنا أكثر. هل تساءلنا بيننا وبين أنفسنا يوما لماذا يعيش الكتاب والشعراء والمفكرون والفنانون في عزلة داخل أنفسهم، عندما تسدل الستائر وتنطفئ الأضواء ويخلو كل واحد بنفسه؟ الكاتب يكتب لأنه يحتاج إلى الكتابة في لحظات يعجز لسانه عن الكلام أو لا يجد مع من يتحدث. والشاعر يشعر لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره في لحظات لا يجد من يناصفه مشاعره. والرسام يرسم لأنه يريد أن يسر نظره ويعبر عما بداخله. والمفكر يفكر لأنه يريد أن يبدع. والممثل يمثل لأنه ربما يريد أن يلبس شخصية طالما حلم بها في الحقيقة لكنه لم يدركها إلا في خياله، أو ليعبر عن مجتمع بأكمله عندما يتقمص شخصيات عديدة في دور واحد فيعيش المعاناة برمتها ويموت ويحيا ألف ألف مرة ويكون سعيدا بأدوار الشقاء التي يؤديها. فجميعنا يعمل لإرضاء رغباته والتعبير عن كوامنه، فالأنانية طبع فينا مهما حاولنا الإيثار على أنفسنا. حتى صاحب المذكرات الخاصة الذي يحاول أن يستجمع ذكرياته ليحتفظ بها لنفسه، إنما يكتب ليشفي غليلا أو ليداوي عليلا، فيلمس جراحا قديمة ما إن نسيها حتى استذكرها بقلمه الذي ينخر في الذاكرة كالسوسة في المنساة. فكلما أراد أن ينسى تذكر أكثر، فزاد ألمه وقل أمله في النسيان. فماذا لو توقفنا عن الكتابة والشعر والرسم والتفكير، وحاولنا أن نفقد ذاكرتنا بإرادتنا حتى حين؟ هل سنتمكن من العيش دون ألم أو أمل جديد؟ أم إن قوانين العقل الباطن لم تتوصل بعد إلى هذه التجارب التي لا تصلح حاليا إلا مع أجهزتنا الذكية التي نستعملها في حياتنا اليومية؟ كلما أردنا إزالة ملفات إلكترونية قديمة لم نعد نريدها في حياتنا الافتراضية، أعطينا الأمر لزر واحد فيمحو كل شيء دون تأخر، ثم إذا ما أردنا استرداده استرجعناه ببرنامج مستكشف دون أن نلقى عناء في ذلك وقبل أن ترتد إلينا أطرافنا. لكننا مهما حاولنا أن نعيد الأشياء الجميلة في حياتنا كما كانت في وقتها فلن نستطيع ذلك، فما فائدة استحضارها طالما لا تجني لنا إلا آلاما نحن في غنى عنها، كمن يريد استرجاع نظام تشغيل آلي إلى الوراء، فإنه مقيد بزمن لا يستطيع تجاوزه، أو من يريد استرجاع ملفات قديمة قد استرجع بعضها وجل البعض معطوبا. ليتنا ندرك قيمة حاضرنا، لأن ماضينا بما يحمله من خيبات أو مسرات قد فات، ومستقبلنا الذي نجهله سيأتي بما هو آت. إننا ننام بأقلامنا في أيدينا، نحتضن أوراقنا ومآسينا، لنستيقظ في أية لحظة فنكتب ما ينسينا. لكننا كلما كتبنا تذكرنا أكثر ما نسينا.